جرثومة المعدة من الأمراض الشائعة عند الكثيرين، ودائما نسمع معاناتهم مع أعراضها ومضاعفاتها. أكيد راح نتكلم عن الأسباب وطرق الوقاية والعلاج مع ضيفنا المختص في الاستوديو، أستاذ كلية الطب واستشارة الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، دكتور وليد الحزام. هلا وسهلا فيك دكتور وليد. أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور وليد، بالبداية تشرح لنا وش المقصود بجرثومة المعدة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على الاستضافة أولا، وأتمنى أن ما نكون يعني ضيوف ثقلاء، لأنه دائما بالعكس. جرثومة المعدة تتعب النفس والحديث عنها كثير. بعض من الناس يعني يعتقد أنه جرثومة المعدة هذا وباء أو ابتلاء أو شيء من هذا القبيل، وضخمت أكثر من حجمها الحقيقة. فعشان كذا أنا حبيت أني أعطي النقطة هذه حتى نحجم العدو فيصغر. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي هي موضوع جرثومة المعدة. طبعا جرثومة المعدة بدأت تقريبا، قصة جرثومة المعدة وهي عصيات بكتيرية موجودة في المعدة من زمن طويل، يعني معاصرة مع الإنسان من سنوات طويلة جدا، ما هي شيء جديد. اكتشفت مدى تأثيرها ومدى ارتباطها بتقرحات وجرثومة المعدة مع تقرحات المعدة من عام تقريبا 1982. العالمين اللي أخذوا جائزة نوبل على هذه الاكتشاف، وهو اكتشاف الرابط ما بينهم، وجدوا أنه والله اللي هو عالمين مارشال وارن، هم عالمين أستراليين، اكتشفوا أنه والله هذه الجرثومة ممكن تكون هي سبب لوجود التقرحات في جدار المعدة، وقد تكون سبب على مدى طويل لأورام المعدة. الجرثومة المعدة طبعا موجودة في نسبة عالية جدا من الناس، ممكن تصل إلى حدود 50% من سكان الكرة الأرضية ممكن تكون موجودة عندهم. تتفاوت، بس أعراضها تتفاوت من يعني ناس إلى ناس. ممكن أنها تزيد عند الناس اللي تقل عندهم مستوى النظافة ومستوى المعيشة، وترتقل بشكل كبير جدا عند الناس لما يتحضرون ويعني يعتنون تقل عند المجتمع النظيف، خلينا نسميها أي. وتزيد عند المجتمع البسيط اللي قد يكون يتعرض، اللي أكله ممكن يكون أكل ملوث. خارجي أكل ملوث. نعم. فهذه هي النقطة الأساسية. ف يعني قصتهم غريبة جدا العالمين هذول الحقيقة، لأنه كيف اكتشفوا الشيء هذا؟ يعني ما صدقوهم، حاولوا يقنعون الناس أنه والله يا جماعة المشكلة اللي مسببة تقرحات المعدة مش التوتر، مش السبايسي فود على قولة كثير من الناس بشكل خاطئ للأسف، لا، هي وجود جرثومة المعدة بشكل واضح، وهي الآن تعتبر المسبب رقم واحد للتقرحات. فايش اللي عملوا؟ لأنه الناس ما صدقوهم، فراحوا وعملوا مزرعة وزرعوا العصيات البكتيرية هذه، فقام العالم وارن وشرب المحتوى هذا لحد ما جته القرحة المعدة، يعني غامر بنفسه علشان الموضوع هذا. ولذلك الدراسة هذه يعني انتشرت بشكل كبير جدا في خلال سنتين من بعد الحدث اللي حصل هذا، وأخذوا عليها جائزة نوبل الشيء هذا. فلذلك يعني موضوع جرثومة المعدة موجود، لكن ضخمت أكثر من حجمها بشكل كبير جدا، فهي مثل العدو المستوطن، هو موجود عندك لكن عدد كبير من الناس ما عندهم أي أعراض ولا يشعرون فيها نهائيا. فلذلك قد تكون مشكلة عند كثير من الأطباء ومشكلة عند كثير من الناس. وللحديث بقية مع أسئلتكم إذا في أي والله استفسار. أنا وحضرتك مرة اندمجت مع هذا اللي راح غامر بنفسه عشان نعم. يعني في سبيل الطب والعلم والعلماء. طيب الآن في مقولة تقول إنه يمكن نصف الكوكب مصاب بجرثومة المعدة، أكيد نصف الكوكب، يعني هنلقى فيهم طبقات مختلفة ومجتمعات نظيفة ومجتمعات غير نظيفة. هل هذه المقولة صحيحة؟ نعم، هو زي ما ذكرت أن تقريبا نصف الكوكب فعلا متأثرين بالجرثومة أو حاملين للجرثومة، لكن يتفاوتون. يعني إيش حاملين الجرثومة؟ الجرثومة مستوطنة في معدتهم موجودة. عشان تكون الصورة واضحة، ترى كثير من العلماء ما يعرفون التفاصيل الدقيقة من ناحية جرثومة المعدة، ولذلك دائما الشيء اللي ما هو واضح يصير مشكلة عند المتخصصين ومشكلة عند المتأثرين، وقد يكون فائدة للاقتصاديين والمستفيدين من الموضوع للأسف. وصلنا على الأدوية. الأدوية
الآن شغل جامد جدا، شيء غير طبيعي، ومراكز ماشية على جرثومة المعدة بشيء خيالي جدا صراحة. وأنا أتمنى أنه من هذا المنبر أنه نصحح مفهوم علاج جرثومة المعدة، أنه لا يعني تنساق وراء كل من يذكر موضوع جرثومة المعدة ويطارد وراها ويعتقد أنها مصدر اقتصادي. للأسف الشديد كثير من العيادات والمراكز قائمة على هذا الشيء. فلذلك يعني احنا نحاول نصحح هذا المفهوم بأن الجرثومة المعدة موجودة عند الشخص، لازم نعرف أرقام محددة علشان تتضح. طب لحظة دكتور، خليني أسألك، أنت تقول أنه جرثومة المعدة موجودة عند كل شخص؟ نعم. كل شخص؟ نعم. يعني أنا فيني جرثومة معدة؟ لا، ما هو كل شخص، 50% تقريبا. أي؟ يتفاوت من مجتمع إلى مجتمع، ممكن تصل إلى 80% عند بعض المجتمعات، وممكن تصل إلى 30% عند بعض المجتمعات. طيب كيف الشخص يصاب بجرثومة المعدة؟ هل هي شيء معدي؟ هل من الأكل؟ هل من الشرب؟ هل من مثلا بيئة؟ متاز. من الهواء؟ إيش الطريقة؟ طبعا الطرق المعروفة لانتقال جرثومة المعدة واضحة جدا، إما أن تكون عن طريق ماء ملوث أو غذاء ملوث أو ملامسة مباشرة. كيف ملامسة؟ دخل الملامسة في المعدة؟ تقبيل الأم لابنها ممكن ينقل جرثومة المعدة بسهولة. أخذ الأم مثلاً تروح تشرب في كوب ثم تعطي ولدها يشرب. هذا شيء معدي من الدرجة الأولى. يعني هذا ممكن ينقل جرثومة المعدة. لذلك في فترة كورونا، عارف شلون؟ أنا ما عندي أنا دراسة واضحة، لكن أتمنى إنه الانعزال اللي صار والوعي اللي صار عند الناس بأنه والله حاجتك ما يلمسها أحد. الحين دكتور الأمهات تيجي عشان تأكل ولدها، تقوم تنفخلة في الأكل وتبرد عشان الأكل. كيف؟ نعم صحيح. كل ولدي بعد. إيه، فهذه. يا أختي أنا ما أقدر، لا شعوريا كذا من هنا كذا أمسكهم بوسهم. خذ لك ها هذا. يعني هذه يعني هي المشكلة. كأم أتكلم. هي المشكلة إنه إيش؟ مشكلة إنه عندنا عدم، خليني أقول، وعي باحترام خصوصية الأطراف. طب لحظة دكتور، عشان لا تقول عدم احترام، أنا طفلي ما عندي وعي باحترام خصوصية. عادي أنا راضي دكتور، أنا راضي بذا اللقب، ما عندي مشكلة. بس خلينا نسأل مثلا، إذا الأم أو الشخص يحس بأعراض، هنا أقول أخاف ما أقرب طفلي لأنه أنا فيه جرثومة معدة، وش الأعراض؟ كويس. الآن أنت الآن جبتي طبيب مختص يتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الأعراض إذا بننتظرها فإحنا ما كنا متخصصين، أصبحنا أطباء عام، تحولنا من الطب المتخصص إلى العام. إحنا المتخصصين ما ننتظر الأعراض تظهر، زين؟ أول ربط يجب أن يكون واضح عند الجميع الأرقام اللي بقولها الآن. أوكي. الرقم واحد هو نسبة وجود سرطان المعدة مع جرثومة المعدة. لا تنسوا الرقم هذا، رقم واحد. طبعا ما راح أنسى. رقم 10 نسبة وجود قرحة المعدة مع جرثومة المعدة، زين؟ الرقم، هل جرثومة المعدة تكون سبب رئيسي في الإصابة بالسرطان وفي القرحة وفي الأشياء؟ 1%. أوكي، واضح؟ عشان الأرقام هذه لازم تكون واضحة، وأنا مبسط الأرقام هذه، قد تختلف تزيد أو تنقص رقمين أو ثلاثة، علشان المجتمع يعرف وش مدى التهور اللي قاعد يصير باتجاه مغالط صراحة. فواحد قلنا الإصابة بالسرطان، 10 الإصابة بقرحة المعدة، 50% الإصابة بتقرحات سطحية، لكن أعلى من كذا كلها ما فيه أي أعراض. فالنسبة الأعلى عند الناس اللي عندهم جرثومة المعدة لا يوجد أعراض. لا يوجد أعراض نهائيا. طب اللي فهل دائما عندهم ارتجاع مثلا في المريء، ما يكون مثلا يكون بأسباب جرثومة المعدة، آلام في المعدة مثلا، دائما أحس أنا فيني غثيان، ما يكون جرثومة معدة؟ كلام جميل، هذا اللي يكتب في اليوتيوب واللي لا يكتب لا لا والله قاعد أسألك كذا يعني. لا أنا أقول لك هذه المعلومات العامة، هذه كلها معلومات مغلوطة عن موضوع أنه والله إذا كان عندك جرثومة معدة بتكون عندك هذه الأعراض، مو صحيح. نسبة عالية جدا من الناس عندهم جرثومة المعدة ما عندهم أي أعراض. أولا مشاكل الارتجاع ما ترتبط نهائيا بجرثومة المعدة. أوكي حلو. فطالما عندك ارتجاع، بالعكس في دراسات تقول نسبة الارتجاع كل ما زادت قلت جرثومة المعدة، لأن الحموضة صح؟ هذه النقطة مهمة جدا، لكن ببساطة عشان نعرف، فيه مفتاح ما هو معروف لحد الآن عند العلماء، أنه والله متى جرثومة المعدة تفكر تهاجمك؟ انثارت. اللي يحصل أنه غير معروف لحد الآن. كيف تهاجم الجرثومة؟ تهاجم الجرثومة بأنها والله تعطل
الغلاف أو التغليف حق المعدة. متى تنشط غير معروف، هي لوحدها تبدأ تتحول وتبدأ تعمل تنشيط لعملية الفصل عن طريق اليورياز إنزيم، هذا الإنزيم اللي يفرز من الجرثومة المعدة، أو أنها تعمل هجوم مباشر على خلايا المبطنة لجدار المعدة، أو أنها تعمل على زيادة إفراز الحمض. فالطرق الثلاثة هذه هي اللي عن طريقها تهاجم جرثومة المعدة جدار المعدة. متى تبدأ الجرثومة في هذا العمل غير معروف، هي فجأة تبدأ تشتغل في الموضوع هذا. فيعني لو نفكر في النقطة هذه بطريقة عملية نقول طيب أنا كيف أعمل، كيف أحمي نفسي، كيف أتعامل، معناته لازم لي كشف كل فترة أنه أنا راح أكشف على نفسي، خاصة أنت قاعد تقول ممكن تنتقل عن طريق الأكل عن طريق الشرب، وحنا صاير نسافر كثير نروح أماكن كثير جدا، فالواحد يخاف. بالضبط، فالوقاية خير من العلاج، سمعناها وأن أطفال وبنموت وأن نسمعها صح. فالمشكلة أنه وعي الناس للوقاية خير من العلاج دائما ضعيف ومحطوط، يعني غير معطى أهمية للأسف الشديد. فالنقطة الأساسية الوقاية خير من العلاج بأني أتأكد من جرثومة المعدة. الآن لو تروح لأي مكان بتلاقي أنه في فحوصات مختلفة، يكون الشخص تايه ما هو داري أي فحص يعمل من هذولي عشان يبغى يتأكد أنا أبغى أتأكد فيني جرثومة ولا لا. فحوصات جرثومة المعدة يعني متعددة، يا أما أني أفحص الـ 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 الإنزيم المفرز، وهذا عن طريق النفس، هذا الإنزيم المفرز. الخطأ اللي يرتكب أنه المريض يروح وهو يأخذ مضادات حيوية أو مضادات الحمض وروح يعمل الفحص هذا، فأقول لك فحصك فاشل غير صحيح، فيجب إيقافها قبلها بأسبوعين على الأقل. رقم اثنين، في ناس يروحون يفحصون الدم، الدم يش يفحص الأنتيباديز المضادات صح، ما دخل الأنتيباديز ما لها علاقة نهائيا بالالتهاب، لها علاقة بالأجسام المضادة اللي تضاد الالتهاب. فالأجسام المضادة موجودة في جسمك حتى لو ماتت الجرثومة بعدها بسنتين موجودة، فهذا فحص برضه خاطئ إذا عمل مجملا يعني بدون تفصيل. الفحص الثالث اللي هو عن طريق فحص مولد المضادات، وين موجود هذا أكرمكم الله؟ في عينة الإخراج. فإن لما نفحص هذا فمولد المضادات، هذا الفحص لا يحتاج أنك توقف مضادات، ولا يحتاج أنك توقف أي مضادات حيوية أو مضادات حموضة، وأيضا يكون فحص دقيق ويعطينا نتيجة جيدة. الطريقة الأكيدة 100% هي عن طريق المنظار وأخذ عينة من أنسجة المعدة أو الاثنى عشر. الطريقة هذه أنه بنطلع بنتائج جيدة جدا، يا إما عن طريق أن نشوف نفس الجرثومة في التحليل الهيستوباثولوجي، أو أن نعرف عن طريق فحص اليورياز أيضا في بعد المنظر. لبنى أخذت كل الأسئلة عنك، مرة أحس أني مهتمة في موضوع الجرثومة. أنت كذا حسيت في أم قاعدة تسأل، أنا تركت المساحة للأم لأنه واضح أن أنت عندك اهتمام مرة كبير بهذا الموضوع. لكن أنا واحدة اهتمامات شوية مختلفة، أو خليني أقول لك سلوكي يمكن يعتبر سلوك غذائي خاطئ. أنا يمكن جزء كبير من يومي خارج البيت أعتمد كثير على أكل الشارع، أعتمد كثير على الوجبات الخارجية، على الفاست فود. هل أنا ممكن أكون شخص معرض أكثر للجرثومة؟ وهل هذا النوع من الغذاء له علاقة أو بشكل أو بآخر في أنه أنا أصاب، أو حتى لو مصاب أنه يستثيرها؟ أكيد كل ما الشخص تعرض لمساحة يعني خلينا نقول يعني مجهولة من مصادر الأكل، كل ما كان وضعك عرضة أكبر، هذا شيء بدون نقاش يعني. لكن ما هو لدرجة الميزة الجيدة أنه ما هو لدرجة التخوف بحيث أني خلاص أصير أنا دكتور حسيتك تقول أنه تعايشوا مع الجرثومة، ترى It's not a big deal. It's not a big deal. بالضبط، هذه هي المفروض اللي أن نكون نتعايش معها. كيف ما هي not a big deal وأنا بنقلها لعيالي؟ شوف إذا أخذنا الموضوع أول شيء للأساسيات، 50% من المجتمع حامل الجرثومة المعدة، لا تنشط عند معظم الناس. يعني الآن أنا صارت فيني الآن قناعة، يعني الله يعينكم علي، أنه ما عاد أبغى حد يمسك لي شيء، ولا عاد أبغى حتى ميكب، ولا قناعة ممتازة هذه من أيام كورونا. طيب أنت توك تحسين قناعة ممتازة؟ لا أنا من الناس اللي مرة متساهلة ترى، يعني ما عندي مشكلة يعني صدق، بس الآن أحس أنه أنا يعني خفت شوي، مو خفت شوي، خفت كثير عشان لا أنقل هذا الشيء.
يعني انا فكرتي كلها بالنقل. نعم. قلت لأم ام قاعده تفكر في اطفالها. فانا دائما نقول اول شيء التخوف الزايد اللي في المجتمع غير صحيح وغير مبني على اسس علميه. الشيء الثاني الوقايه خير من العلاج، هذا سواء في جرثومه المعده او في غيره، هذا مبني على علم واضح جدا، وهذا يحميك باذن الله تعالى سواء من جرثومه المعده او غيره. الشيء الثالث جرثومه المعده جرثومه ثقيله جدا، ما يعني انتقالها ما هو بالسهوله زي الزكام مثلا ولا زي الفيروسات، هي ثقيله. فما هو اللي يتوقع الواحد انه والله الملامسه على طول، التلوث على طول، لا هي ثقيله، لكن هذه طرق، هذه الطرق اللي متاحه لانتقال جرثومه المعده. طيب الان انا يعني عرفنا الجرثومه وعرفنا كيف احمي نفسي منها؟ يعني هل مثلا لو انا هل هي بس يعني لو بعدنا عن الـ 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 الاكل والشرب واللمس؟ نعم. انا مثلا خليني اقول اني انا زي ما تفضل دكتور انها موجوده عندي وكامنه، هاجد الله يعينها على نفسها، كيف احمي نفسي من ان لا تثار، لا تطلع لي، لا تسبب لي مشاكل؟ كلام جميل جدا. هي النقطه الاساسيه انه كل فتره وفتره الوقايه خير من العلاج. انا لو اعمل تحليل بسيط جدا اللي هو فحص اكرمكم الله عينه من الاخراج، هذه بتسهل لي نقطتين اساسيه، جرثومه المعده افحصها وافحص هل يوجد دم في البراز او لا، وانا لما اتكلم عن دم اقصد الدم الخفي. بالطريقتين هذولي بسهوله اقدر اعرف انه والله فعلا إن اللي قاعد يصير الان واضح لي تماما انه هل في تهيج او شيء. لانه اي تهيج لجرثومه المعده بتهجم على ايش؟ الغلاف المبطن الداخلي وبتخترقه وبتدخل الى خلايا المعده. اول ما يصير فيه اختراق بيصير فيه دم في البراز. اوكي. فتوضح لي الشغله بشكل سريع جدا. اللي انا ضده صراحه يعني الهيلمه اللي مسيطره على الناس بشكل غير طبيعي لما يحصل عنده جرثومه معده ويبدا يربطها بالاعراض. يا جماعه الاعراض غير مرتبطه بجرثومه المعده، مرتبطه بالاثر اللي تترك جرثومه المعده. مثال بسيط، اذا صار في تقرحات بيجي اعراض، اذا صار في قرحه معده بيجي اعراض، اذا صار فيه اورام في المعده بيجي اعراض اكيد. فلذلك دائما احنا نقول اذا اكتشفت جرثومه المعده عندك تعالجها في حالات محدده. رقم واحد اذا في تاريخ مرضي في العائله لاورام السرطان. اي نوع من اورام السرطان من غير ما نحدد؟ تتاكد لكن تطمن انه والله ما في جرثومه معده. هذا متى اتكلم عن العلاج المتكرر، لانه والله في استنزاف غير طبيعي صراحه. مضادات دكتور، يجوني ناس والله في العياده انا احزن عليهم او يتواصلون معي عن طريق حسابات السوشيال او تويتر، اتفاجئ بانه والله سؤاله كله كيف اقضي على الجرثومه؟ انا دائما اسال ويزعلون مني بعض المتابعين، انا اقول انت ربي حاطك تحارب الجرثومه ولا تبغى العافيه؟ فانت اذا انت ركزت انت يعني العافيه تجي لما انا اشوف شر بيجيني وامنعه. ممتاز، لكن انت عارف انت العافيه بتجيك وانت احد قسمين، يا اما تكون من ال 50% اللي حامل للجرثومه او ال 50% اللي ما عندها الجرثومه. فال 50% هذه متعايشين معها ولا عندهم مشاكل وعايشين حياتهم طبيعيه. فاجي انا اقول والله لا انا ابغى اخذ المضاد، ابغى اخذ المضاد، والله يعني صراحه انا اخجل من بعض الجهات اللي تصرف مضادات حيويه بشكل متكرر جدا لجرثومه المعده. يعني حالات والله مرت علي شيء مؤسف صراحه من كميه المضادات اللي تصرف، ومضاد ورا مضاد وكورس ورا كورس محاوله للقضاء على الجرثومه والمريض اصلا يتدهور. طيب دكتور بسألك، يعني أنت بمعنى كلامك تقول أنه جرثومة المعدة ما لها علاج؟ إلا لها علاج، بس واضح أنك ما تبغين تفهمين النقطة اللي أنا أبغى أقولها لك. لا أبي أفهمها. أي النقطة الأساسية لجرثومة المعدة أنها تعالج مرة واحدة، لا يكرر العلاج إلا في حالات محددة. طب إذا عالجتها مرة واحدة وبعد هذه المرة بعد فترة يمكن خلينا نقول سنة سنتين رجعت لي مرة ثانية؟ رجعت لك مرة ثانية، هل هي بمشاكل معينة ولا لأنك أنت حامل؟ أنا مو مشاكل معينة، إنسان أخاف على نفسي وأفحص دائم. إيه تفحصين تعالجينها مرة ثانية، مو مشكلة. أنا لما أتكلم عن الناس اللي يأخذون الكورس ورا الكورس في خلال يعني أيام، يطلع من العيادة هذه وأول ما يخلص الكورس يروح يفحص،
وهذه مشكلة كبيرة ترى للأسف الشديد. يعني يمكن أنا قد أكون مثلا في 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 وجه المدفع من ناحية جرثومة المعدة وأتفاجأ بأسئلة كثيرة جدا، سيل من الأسئلة، وفي نفس الوقت في العيادة زيارات كلها لأناس تايهين عن هذا الموضوع. طيب أنا الآن في سؤال يعني قاعد يجيني من الكنترول، واضح أن جرثومة المعدة هاجس الجميع. هذا هيكون سؤال أخير دكتور، وأحتاج منك إجابة يعني يستفيد منها الجميع وبطريقة مختصرة. العسل، وكثير من يروج للعسل يعني دواء لجرثومة المعدة، هل هذا الكلام دقيق؟ ممتاز، هذه نقطة مهمة جدا وأنا بلشان فيها في العيادة من الناس وكثر الناس اللي يسألون، مش العسل وبس، في طب البديل عموما، في كوارث قاعدة تصير في المجتمع يا جماعة. هذه ميكروب، هذه بكتيريا، البكتيريا تبغى مضاد للحمض ومضاد للميكروب، فكون أنك تجي وتتفلسف وتقول والله أبغى أعطي الغذاء الفلاني سواء عسل ولا سواء ثوم ولا سواء، كلام فاضي قاعد يصير صراحة في المجتمع وغير مبني على أي أسس. هي أعراف إن عرفناها لا بالضبط. أكثر لا أقل. كلمة جميلة أنت قلتيها، يعني للأسف الشديد أنه إحنا نتوارث هذه الأعراف، نأخذ منها اللي نستمتع فيه ونترك، يا ليتنا نمشي على كل الأعراف اللي ماشي عليها الناس من قبل. لكن المشكلة أن نأخذ اللي نراه أو نقتنع فيه ونترك الأشياء الثانية. العسل كغذاء ما عندي أي مشكلة، لكن كعلاج لجرثومة المعدة ما في أي دراسة تقول أنه والله هذا الكلام هذا له مرجعية. دكتور وليد الحزيم أحسنت في كل ما ذكرت وأفدتنا فيه، يعطيك العافية، شكرا لوجودك. الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله، شكرا لكم. مشاهدينا مكملين معكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل الفنان عبد العزيز الضويحي يقدم أمسية طربية في لونج ملك العود.